تمرين ادرس ومثل f ل x تساوي جذر شامل ل x أس 2 ناقص 1 على x ناقص 2. إذا d ل f، إذا x تنتمي إلى d ل f، هذا يكافئ بأن x مربع ناقص 1 أكبر أو يساوي 0، و x ناقص 2 تخالف 0. إذا نحتاج إلى جدول إشارات x مربع ناقص 1، إذا x مربع ناقص 1، x مربع ناقص 1 تنعدم في 1 وناقص 1، إذا ناقص 1 1، وقلنا x تخالف 2، إذا نكتب 2 زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. إذا x أس 2 ناقص 1 تنعدم في ناقص 1 ثم في 1، وهنا قلنا بأن x تخالف 2، x تخالف 2. إذا بين الجذرين عكس إشارة أ، إذا ناقص خارج الجذرين موجب. إذا يهمنا الموجب، إذا دل إف يساوي ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 1 مغلق اتحاد 1 2 مفتوح اتحاد 2 زائد ما لا نهاية. النهايات، إذا لدينا بالنسبة للدل إف لدينا أربع نهايات، النهايات عند المحدات، نهاية عند ناقص ما لا نهاية، عند جوج ناقص، عند جوج زائد، ثم عند زائد ما لا نهاية. إذا بالنسبة لناقص ما لا نهاية لدينا ناقص ما لا نهاية أس 2 هو زائد ما لا نهاية، جذر زائد ما لا نهاية هو زائد ما لا نهاية، على ناقص ما لا نهاية هو شكل غير محدد. الآن سنلجأ إلى طريقة من طرق حساب النهايات. الآن نلاحظ بأن لدينا في الجذر x أس 2، في الجذر x أس 2 وفي المقام x. إذن لو كان لدينا مثلا جذر x أس 2 ستصبح القيمة المطلقة لx، إذن على x في المقام ستصبح قابلة للاختزال. إذا نلاحظ بأن لا بد من التعميل كطريقة بx أس 2. إذا لدينا جذر x أس 2 ناقص 1 تساوي، إذا نعمل بx أس 2 داخل الجذر، هو عامل ل 1 ناقص 1 على x أس 2. لنتأكد من النتيجة نعيد النشر. إذا x أس 2 في 1 هي x أس 2، x أس 2 في ناقص 1 على x أس 2 هي ناقص 1. ماذا لدينا؟ إذا تساوي جذر مربع x أس 2 في جذر شامل ل 1 ناقص 1 على x أس 2. الآن جذر x أس 2 نعلم أنه هو القيمة المطلقة لx وليس x، القيمة المطلقة لx. وما لدينا، ماذا لدينا عن x؟ إذا x بجوار، بما أن x بجوار ناقص ما لا نهاية نعتبر أن x سالبة. إذا القيمة المطلقة لx تساوي ناقص x، ومنه النتيجة أن جذر شامل لx أس 2 ناقص 1 هو ناقص x عامل لجذر شامل ل 1 ناقص 1 على x أس 2. كذلك نعمل المقام، المقام هو x ناقص 2،
إذا نعمل هو x عامل لواحد ناقص اثنان على x. إذا ننشر لنتأكد من النتيجة. إذا x في واحد هو x، x في اثنان على x هو ناقص اثنان. الآن تعويض. إذا limit عندما x تؤول إلى ناقص ما لا نهاية جذر شامل أو لإف لإكس، إف لإكس هو تساوي ليميت إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذا نعوض البسط بقيمته هو ناقص إكس جذر شامل لواحد ناقص واحد على إكس أس اثنان على إكس عامل لواحد ناقص اثنان على إكس. إذا الآن نختزل. الآن يمكننا أن نعوض بعد الاختزال، يمكننا أن نعوض. إذا x تؤول إلى ناقص ما لا نهاية، إذا واحد على زائد ما لا نهاية هو صفر، إذا يبقى لدينا جذر واحد، إذا جذر واحد هو واحد. وفي المقام جوج على زائد ما لا على ناقص ما لا نهاية هو صفر، إذا يبقى لدينا كذلك في المقام واحد، إذا واحد على واحد هو واحد مع الإشارة ناقص هي ناقص واحد. إذا ليميت f لx x تؤول إلى ناقص ما لا نهاية هو ناقص واحد. الآن ليميت عندما x تؤول ليميت f لx x تؤول إلى زائد ما لا نهاية، بنفس الطريقة سنجد شكل غير محدد ليميت. إذا نعوض x تؤول إلى زائد ما لا نهاية جذر شامل ل x أس 2 ناقص 1 على x ناقص 2. إذا قلنا سنجد شكلا غير محدد في البسط زائد ما لا نهاية وفي المقام زائد ما لا نهاية. إذا زائد ما لا نهاية على زائد ما لا نهاية هو شكل غير محدد. سنلجأ بنفس الطريقة السابقة إلى التعميل. إذا نعمل ب x أس 2، فقلنا كذلك جذر x أس 2 هو القيمة المطلقة ل x، x بجوار زائد ما لا نهاية، إذا القيمة المطلقة ل x هي x. إذا نعمل قلنا بجذر x أس 2، إذا جذر شامل ل x أس 2 عامل ل 1 ناقص 1 على x أس 2. ده البسط. كذلك نعمل في المقام x عامل لواحد ناقص اثنان على x. إذا تساوي ليميت عندما x تؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا قلنا جذر x أس اثنان هي x لأن x بجوار زائد ما لا نهاية. إذا هو x عامل لجذر شامل لواحد ناقص واحد على x أس اثنان على x عامل لواحد ناقص اثنان على x. الآن يمكننا أن نعوض بعد الاختزال ب x، يمكننا أن نعوض. إذن يبقى لدينا واحد على زائد ما لا نهاية هو صفر، إذن في الجذر، إذن جذر واحد هو واحد. كذلك جوج على زائد ما لا نهاية هو صفر، إذن يبقى لدينا واحد، إذن واحد على واحد هو واحد. وبذلك ليميت عندما x تؤول إلى زائد ما لا نهاية ل f ل x هي واحد. إذا تبقى لدينا نهايتين، نهاية عندما x تؤول إلى جوج ناقص وعندما x تؤول إلى جوج زائد. الآن ليميت عندما x تؤول إلى اثنان ناقص f ل x، سنحتاج إشارة x ناقص 2 بجوار 2. إذا نعوض. 2 أس 2 هي 4، 4 ناقص 1 هي 3، إذا جذر 3، جذر مربع 3. 2 ناقص 2 هو 0، إذا سنحتاج إشارة الصفر لأننا أصبحنا بجوار
صفر. إذن بجوار الصفر يعني يسار أو يسار اثنان، يسار اثنان، فنكون كذلك يسار الصفر. يسار الصفر لدينا صفر ناقص، إذن صفر ناقص. عدد موجب على صفر ناقص يعطي ناقص ما لا نهاية. إذن كمثال لو أن كان لدينا مثلا x جوج ناقص x، هنا تنعدم في اثنان، لكن هنا قبل الصفر موجب وبعد الصفر سالب، فواحد على جوج ناقص x في النهاية ليميت عندما x تؤول مثلا إلى جوج ناقص تعطي، إذن واحد على صفر. لكن في اثنان ناقص لدينا في اليسار x أو يسار صفر، صفر زائد، إذن جوج ناقص صفر زائد، إذن على صفر زائد وليس صفر ناقص. إذن ضرورة كتابة الجدول أو التأطير، إذن هي الليميت f لx x تؤول إلى جوج ناقص. كذلك بنفس الطريقة الليميت x تؤول إلى جوج زائد f لx نعوض، والليميت عندما x تؤول إلى اثنان ناقص جذر شامل لx أس اثنان ناقص واحد على x ناقص اثنان، إذن هو دائما جذر مربع ثلاثة على صفر. إذن جوج زائد، إذن جوج زائد، جوج زائد لدينا صفر زائد، جوج زائد صفر زائد، إذن على صفر زائد هو زائد ما لا نهاية. إذن ليميت f لx x تؤول إلى جوج زائد يساوي زائد ما لا نهاية. المقاربات في النهاية لدينا ليميت f لx x تؤول إلى ناقص ما لا نهاية يساوي ناقص واحد، إذن y يساوي ناقص واحد مقارب لسيل f بجوار ناقص ما لا نهاية. ولدينا ليميت عندما x تؤول إلى زائد ما لا نهاية لf لx يساوي واحد، إذن y يساوي واحد مقارب للسيل f بجوار زائد ما لا نهاية. ولدينا ليميت عندما x تؤول إلى اثنان ناقص لf لx تساوي ناقص ما لا نهاية، إذن x يساوي اثنان مقارب لسيل f. كذلك x يساوي اثنان مقارب لسيل f. قابلية الاشتقاق في ناقص واحد على اليسار، إذن في قابلية الاشتقاق نحسب ليميت عندما x تؤول إلى ناقص واحد ناقص f لx ناقص f لناقص واحد على x ناقص ناقص واحد يعني x زائد واحد. إذن نعوض f لx بقيمتها هي جذر شامل لx أس اثنان ناقص واحد على x ناقص اثنان الكل على x زائد واحد، إذن f لناقص واحد هي صفر، f لناقص واحد هي صفر. إذن تبسيط، إذن ليميت x تؤول إلى ناقص واحد ناقص، إذن قلنا بأن a على b الكل على c هي a على b c، إذن تساوي جذر شامل لx أس اثنان ناقص واحد على x زائد واحد عامل لx ناقص اثنان. الآن نذكر
بقاعدة المرافق، إذن أن جذر أ، جذر مربع أ هو أ أس 2 على إذن قلنا هو أ على جذر مربع أ. أ هي إكس أس 2 ناقص 1، إذن تساوي ليميت عندما x تؤول إلى ناقص 1 ناقص x أس 2 ناقص 1 على x زائد 1 عامل ل x ناقص 2 جذر شامل ل x أس 2 ناقص 1. لدينا في البسط متطابقة هامة، x تؤول إلى ناقص 1 دائما ناقص x زائد 1 عامل لx ناقص 1، الكل على x زائد 1 x ناقص 2 جذر شامل لx أس 2 ناقص 1. إذا الاختزال الآن نعوض بناقص 1، إذن ناقص 1 ناقص 1 هي ناقص 2، ناقص 2 ناقص 1 ناقص 2 هي ناقص 3 في صفر. إذن لدينا جذر شامل لإكس أس 2 ناقص 1 فهو في النتيجة موجبة، إذن صفر زائد إذن تساوي زائد ما لا نهاية هو الليميت f لx ناقص f لناقص 1 على x ناقص 1 x تؤول إلى ناقص 1 ناقص، إذن f غير قابلة للاشتقاق في ناقص 1 على اليسار، إذن f غير قابلة للاشتقاق في ناقص 1 على اليسار. والتأويل الهندسي هو سيل اف، إذا التأويل الهندسي سيل اف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل، إذا لدينا ناقص زائد إذا نحو الأسفل موجه نحو الأسفل يسار نقطة ذات الأصول ناقص 1. قابلية الاشتقاق في 1 على اليمين، إذا بنفس الطريقة نجد بأن الليميت عندما x تؤول إلى زائد ما لا نهاية f لx ناقص f لواحد على x ناقص 1 تساوي ناقص ما لا نهاية، إذا أن f فهي غير قابلة للاشتقاق في 1 على اليمين. و سيل اف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل، لماذا الأسفل؟ لدينا زائد ناقص إذا موجه نحو الأسفل يمين النقطة ذات الأفصول 1. الرسابة وجدول التغيرات، إذا قبل حساب اف بخيم نذكر بديل اف، لدينا بأن الديل اف هو ناقص ما لا نهاية ناقص 1 مغلق، 1 جوج مغلق من جهة الواحد، ثم 2 زائد ما لا نهاية، ووجدنا بأن f غير قابلة للاشتقاق في ناقص 1 على اليسار وفي 1 على اليمين، إذن هنا هي غير قابلة للاشتقاق على اليسار وهنا هي غير قابلة للاشتقاق على اليمين في 1، يعني أن f بخيم غير معرفة في ناقص 1 وفي 1، إذن دل f بخيم إذن نكتب الدي إذن وليس لإف، لإف بخيم هي
ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد. إذن في ناقص واحد مفتوح لأنها قلنا غير قابلة للشقاق في ناقص واحد على اليسار. اتحاد كذلك نفتح في واحد اثنان اتحاد اثنان زائد ما لا نهاية. إذا للحساب الاشتقاق نعتبر x تنتمي إلى x تنتمي إلى دل f بريم وليس دل f. إذن f بريم تساوي جذر شامل لx مربع ناقص واحد على x ناقص اثنان الكل بريم. إذن تذكير بقاعدة اشتقاق U على V، إذن U على V الكل بريم تساوي U بريم في V ناقص V بريم في U على V أس 2 تساوي، إذن F بريم تساوي، إذن جذر X أس 2 ناقص 1 بريم عامل لي x ناقص 2 ناقص قاعدة x ناقص 2 بريم في جذر شامل لي x أس 2 ناقص 1 على x ناقص 2 الكل أس 2. إذا الآن نحسب جذر شامل لي x أس 2 ناقص 1 بريم. نذكر بالقاعدة هو أن جذر U الكل بريم تساوي U بريم على 2 في جذر شامل لي U. إذن تساوي إذن U هي X أس 2 ناقص 1 إذن الكل بريم على 2 في جذر شامل لي X أس 2 ناقص 1 تساوي اشتقاق x أس 2 هو 2x واشتقاق 1 هو 0 على 2 جذر شامل ل x أس 2 ناقص 1. إذن تساوي نختزل ب 2 يبقى لدينا في البسط x وفي المقام جذر شامل ل x أس 2 ناقص 1. الآن نعوض في f بريم. f بريم ل x تساوي إذا نعوض جذر شامل x أس 2 ناقص 1 بخيم ب x على جذر شامل ل x أس 2 ناقص 1. إذا مضروبة في x ناقص 2 مضروبة في x ناقص 2 ناقص x ناقص 2 بخيم هي 1 إذا ناقص جذر شامل ل x أس 2 ناقص 1 على x ناقص 2 الكل أس 2. الآن نوحد المقامات في البسط. في البسط المقام الموحد هو جذر شامل ل x أس 2 ناقص 1. إذا جذر شامل ل x أس 2 ناقص 1. ونذكر بالقاعدة أن A على B الكل على C تساوي A على BC. إذا نطبقها. إذا في البسط هو X عامل لX ناقص 2 إذا في 1 مقام ثاني في 1 ناقص جذر شامل لX أس 2 ناقص 1 في جذر شامل لx أس 2 ناقص 1 يعني الكل أس 2. قلنا على bc إذن b لدينا هو جذر شامل لx أس 2 ناقص 1 هي b وc هو x ناقص 2 الكل أس 2. إذن بقي لدينا أن نحسب البسطة. إذن المقام لا يتغير هو x ناقص 2 الكل أس 2 جذر شامل ل x أس 2 ناقص 1. إذا ننشر إذا يعني x أس 2 ناقص 2 x. إذا لدينا هنا
إذا تبقى لدينا x أس 2 ناقص 1، x أس 2 قلنا ناقص 1، إذا مع الناقص إذا تصبح ناقص x أس 2 زائد 1، إذا تساوي ناقص 2 x ناقص 2 x زائد 1 الكل على x ناقص 2 الكل أس 2 جذر شامل لx أس 2 ناقص 1 هي f بريم لx. إشارة f بريم هي إشارة البسط، هو ناقص 2 x زائد 1 لأن لدينا المقام موجب. ناقص 2 x زائد 1 تنعدم في 1 على 2، إذا تنعدم في 1 على 2، إذا نكتب 1 على 2 في جدول التغيرات. ولدينا الديل اف هو ناقص ما لا نهاية ناقص 1، اتحاد 1 2 اتحاد 2 زائد ما لا نهاية، يعني أن اف غير معرفة في المجال ناقص 1 1. في المجال ناقص 1 1 f غير معرفة، وكذلك هي غير معرفة في 2، غير معرفة في 2. ونعلم بأن f بريم أو f غير قابلة للاشتقاق في ناقص 1، يعني أن f بريم غير معرفة في ناقص 1 على اليسار، إذن f بريم غير معرفة في ناقص 1 على اليسار، كذلك فهي غير معرفة في 1 على اليمين. لدينا بالنسبة لإشارة f بريم قبل الصفر يعني قبل 1 على 2 فهي عكس إشارة أ، إذن موجبة، وبعد 1 على 2 أو بعد الصفر فهي سالبة، يعني أن الدالة تزايدية ثم تناقصية ثم تزايدية. لدينا نهاية x في ناقص ما نهاية f في ناقص ما لا نهاية في ناقص ما لا نهاية تساوي ناقص 1، إذا نكتب ناقص 1. في زائد ما لا نهاية تساوي 1، إذا نكتب 1. في 2 ناقص 2 ناقص ناقص ما لا نهاية. في 2 زائد 2 زائد زائد ما لا نهاية. لدينا f لي ناقص 1، f لي ناقص 1 تساوي f لي 1 تساوي 0، إذا نكتب هنا 0 وهنا 0. الآن التمثيل المبياني، لدينا الدالة غير معرفة على المجال ناقص 1 1، يعني أن على المجال ناقص 1 1 دالة غير معرفة. الآن سنرسم المقاربات. لدينا نهاية في ناقص ما لا نهاية تساوي ناقص 1، يعني أن إكغيك يساوي ناقص 1 مقارب للسيل إف بجوار ناقص ما لا نهاية، إذا ناقص 1 إكغيك تساوي ناقص 1، إذا إكغيك يساوي ناقص 1. كذلك النهاية في زائد ما لا نهاية تساوي 1، يعني أن إكغيك يساوي 1 مقارب للسلة إف بجوار زائد ما لا نهاية، إذا المقارب الثاني إكغيك يساوي 1. وماذا لدينا كذلك؟ لدينا النهاية في جوج ناقص تساوي ناقص ما لا نهاية، يعني أن
x يساوي 2 مقارب للسيل اف، وكذلك x يساوي 2 مقارب للسيل اف. إذن x يساوي 2. إذن هنا x يساوي 2، x يساوي 2 مقارب لسيل اف. الآن المماسات، قلنا في ناقص واحد ناقص لدينا مماس يسار ناقص واحد موجه نحو الأسفل، إذن مماس موجه نحو الأسفل. إذن في النقطة ذات الأفصول ناقص واحد مماس موجه نحو الأسفل، وفي النقطة كذلك ذات الأفصول واحد لدينا المماس موجه نحو الأسفل كذلك. الآن قلنا بأن لدينا مماس، إذا الرسم مماس للسيل اف، ثم كذلك مماس للسيل اف، ولدينا مقارب يسار، إذا مقارب يسار 2، إذا تساوي ناقص ما لا نهاية الرسم، إذا مقارب ناقص ما لا نهاية في اليسار، يسار 2 ناقص ما لا نهاية، يمين 2 زائد ما لا نهاية. وكذلك الوضع النسبي لسيل اف بالنسبة لإيكغيك يساوي 1، فنجد بأن سيل اف يكون فوق إيكغيك يساوي 1، وكذلك هو فوق إيكغيك يساوي ناقص 1. إذن بقي لنا أن نجمع أطراف سيل اف، إذن سيل اف يكون إذن لابد أن تكون لدينا هنا بين 1 و 2 نقطة انعطاف، وهنا ليست لدينا نقطة انعطاف، إذن سيل اف.